أهلا بكم مشاهدينا في برنامج تحت الضوء، ونتابع في حلقة اليوم. بعد أن طال الحصار والقصف الكيماوي الغوطة الشرقية قيد الإجلاء القسري، رغم تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا، مسلم ليبي سفيرا للإنسانية في أمريكا. في ذكرى استشهاده كاميرا تيريتي العربية في منزل شيخ المجاهدين أحمد ياسين. كما ننتظر مشاركاتكم وتفاعلكم معنا حول ملفات اليوم على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، ابقوا معنا. بعد سنوات من الصمود ضد الحصار المشدد من النظام السوري وميليشياته والقصف الروسي بمختلف الأسلحة الفتاكة تدميرية وكيماوية، وصلت المأساة الإنسانية في الغوطة الشرقية إلى مرحلة الإجلاء القسري في صورة اتفاقيات لخروج مقاتلين ومدنيين عبر ممرات توصف بالإنسانية. تتواصل مجازر غوطة دمشق الشرقية بتوقيع من بشار الأسد. جرائم مروعة ترتكب يومياً وسط صمت دولي مريب. قصف مكثف واقتتال وحصار لم يستثني الأبرياء ليحصد أرواح مئات القتلى والجرحى من المدنيين خلال أسابيع قليلة، غير عابئين حتى بقرار مجلس الأمن برفع الحصار والوقف الفوري لإطلاق النار الصادر في فبراير شباط الماضي. حملة عسكرية هي الأشرس من نوعها، لم تتوقف منذ انطلاقتها قبل أسابيع، استهدفت مدن وبلدات الغوطة الشرقية على غرار دوما وحرستا. 45,000 مدني خرجوا من الغوطة خلال 10 أيام فقط وفق إحصائيات أممية، مما قد يزيد من حدة الأزمة الإنسانية في سوريا وتدفق موجة نزوح جديدة واسعة النطاق. توتر ميداني عنيف أعلنت عقبه حركة أحرار الشام التابعة للمعارضة السورية إبرام اتفاق يقضي بإخلاء مدينة حرستا من مقاتليها وإخراج المدنيين لنقلهم إلى إدلب بضمانات روسية، ليكون الاتفاق الأول من نوعه منذ بدء الحملة العسكرية السورية الروسية لاستعادة المنطقة المقسمة والمحاصرة. من المنتظر أن يشمل الاتفاق ضمانات للأهالي الذين يرغبون في البقاء في حرستا بعدم التعرض لهم والحفاظ على مكون المدينة دون تهجير أو تغيير ديموغرافي. وبدأ نحو 1500 مسلح و6000 من أفراد أسرهم بمغادرة حرستا وفق مصادر إعلامية، وذلك تزامناً مع فتح ما سمته روسيا ممراً إنسانياً جديداً قرب المدينة. اتفاق حرستا يرجح مراقبون أنه قد يزيد الضغط على الفصائل المعارضة لتتوصل إلى توافقات وتفاهمات، لأن هزيمتها في الغوطة قد تؤدي بالمنطقة إلى الدخول في مأزق جديد. ونرحب بضيفنا في الاستوديو السيد أيمن العاسمي، عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحر. مرحبا أستاذ أيمن. بداية، لو تضعنا في صورة هذا الاتفاق الذي جرى بين فصائل المعارضة وبين النظام من طرف آخر، ما ملامحه؟ كيف تم التوصل إليه؟ بما يقتضي؟ نعم، تحياتي لك ولجميع مشاهدي الكرام والعامل في قناة تيرتي. بداية، قبل أن نتكلم عن الخطوط العريضة لهذا الاتفاق، هناك أمر يعني يجب أن يعرفه الجميع، أن النظام منذ بداية معركة الغوطة دأب على العمل على محورين: المحور العسكري الميداني والمحور التفاوضي الذي بدأه الآن في حرستة، لأنه هو يعلم تماما أن التكلفة التي سوف يدفعها في إذا قرر أن يكمل عمليته العسكرية سوف تكون كبيرة. فبالتالي هو عمد منذ البداية على تقسيم الغوطة إلى 3 مناطق. قسم هو حرستة، لماذا حرستة الآن سوف نتكلم، نعم. وقسم يتبع لدوما فيه جيش الإسلام، والقسم الجنوبي من الغوطة يتبع لفيلق الرحمن. حرستة أحرار الشام كما ذكرتم في التقرير الآن. لذلك هو عمل على هذين المحورين حتى يضعف الفصائل في حال
يعني قرر التفاوض معها، وهذا اتفاق حرسته يؤكد على أن استراتيجيته درسها بعناية، والاعتراف بقوة العدو ليس أمرا يعني ربما يكون هو نقطة لصالحه، وإنما هو حتى نتدارك ما يمكن أن نتداركه في المرات القادمة، لأنه لا زالت العمليات العسكرية في دوما وفي المناطق جنوب الغوطة منها عفرين وبقية المناطق أربين. نعم عفوا أربين. نعم هناك خلط طبعا وشتان بين عفرين وعربين، يعني الدمار الذي شاهدناه في عربين دمار ربما تندله جميع البشرية جميعا، بينما هناك فرق كبير في تلك العملية في الشمال. المهم لماذا اختار النظام هذه المنطقة؟ كما قلت بداية هو إضعاف الفصائل وحتى يفصل المنطقة تماما بين دوما وبين المناطق الجنوبية في الغوطة، وحتى يفقد الفصائل إمكانية أن تتصل هذه المنطقة مع بعضها مرة أخرى. وأيضا هناك أمر ربما يكون ملح ويجب معرفته، هو أن هذه المنطقة تقع على الطريق الدولي، ومنذ البداية منذ تقريبا سنة وستة شهور أو أقل قليلا كانت الاستراتيجية للنظام في معاركه هو الحفاظ على طرق الإمداد، وهذه الاستراتيجية ليست مبتدعة من قبله وليست بسبب معرفته، وإنما هناك إدارة جديدة دخلت على المعركة وهي الإدارة الروسية. لاحظنا هذا الأمر بدأ سنة 2015 منذ الشهر التاسع، حتى الاتفاقات الأخرى كان هدفها هو الحفاظ على طرق الإمداد، بمعنى أنه يريد أن يصل إلى منطقة متكاملة تقع ضمن قطعة جغرافية واحدة وبينها خطوط إمداد متصلة. وحرسته كانت بداية العملية في الغوطة الشرقية. لماذا حرسته؟ حضرتك قلت بأننا سنتكلم عن الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة، وأيضا اتضح من كلامك بأنها ربما تكون في المنتصف تفصل ما بين شمال الغوطة وجنوبها، ما بين دوما في الشمال وعربين في الجنوب، لو تعطينا مزيد من التفصيل. نعم. حول هذا أهميتها كما ذكرت أنها تقع في المنطقة تعتبر تتوسط هذه المنطقتين، منطقة دوما والمنطقة الجنوبية من الغوطة، ولأنها تعتبر هي خط الاتصال بين دوما وجنوب الغوطة. هو فصل المنطقتين بهذا الاتفاق بشكل مباشر. ثانيا طبيعة المنطقة في حرسته أنها تشرف على الطريق العام، وأنها ربما إذا بقيت هذه المنطقة تشكل خطاً على المناطق التي تقع غرب الطريق اللي نسميه الطريق العام، وهو الطريق الدولي الذي يربط شمال بجنوب سوريا. هذه النقطة عمل عليها النظام ونجح، لكن بالبداية أريد أن أذكر أنه نجح بهذا الأمر لأنه أضعف هذه المنطقة أكثر من بقية المناطق. كيف؟ نعم، أولا حرسته، وهذا يدخل في صلب السؤال الأول الذي سألته حضرتك، حرسته مدمر منها 90%، وما يعيش منها من السكان المدنيين يعيشون في الأقبية، وعددهم تقريبا يقارب 20,000 نسمة. نحن نتحدث الآن الاتفاق، ونعود إلى الخطوط العريضة في الاتفاق، نتحدث عن 6,000 قرروا الخروج. هؤلاء هم أهالي المقاتلين الذين يبلغون 1,500 مقاتل، وقرروا أن يخرجوا إلى الشمال أو إلى مناطق أخرى. طبعا الاتفاق يقول أنهم إلى مناطق ربما إدلب. تكون جنوب إدلب. نعم. والمرور عبر منطقة جبل ريف حمل الغربي ومنه إلى إدلب. نعم، من قلعة المضيق كما تفضلت حضرتك. نحن نتكلم عن منطقة يعني مبادئة بنسبة 90%، يعني لا يوجد مأوى لهؤلاء. حتى الأقبية والملاجئ الموجودة هي ليست ملاجئ للحرب، إنما هي مستودعات حرسته معروفة، هي منطقة تجارية وصناعية كانت في السابق، وهذه الأقبية هي عبارة عن مستودعات للبضائع وللمصانع الصغيرة، وبالتالي غير مؤمنة وغير مجهزة لحماية. نعم. من يعني يحتمي بداخلها من هذا القصف المتواصل والمستمر. بعد إتمام هذا الاتفاق هل تتوقع تغييرا ديموغرافيا لحرسته؟ هل يخرج أهلها ويحل محلهم عناصر أخرى من مكونات أخرى ربما؟ إذا لم يكن هناك ضغط دولي من الدول الصديقة والقريبة من الثورة والتي ربما يهمها الوضع السوري عموما، أنا أعتقد هذا الأمر سيحدث، لأن هذه المعركة ومعركة دمشق عموما هي دائما كانت يعني الخطوط العريضة في المعركة دائما لصالح إيران. وكل منطقة يعني تم توقيع مصالحة أو احتلها النظام تم تهجير أهلها واستخدام مجموعات طائفية من الخارج، سواء كانت من العراق أو من لبنان أو من إيران، وتوطينهم في هذه المنطقة. نحن هذا ما نخاف منه، نخشاه، ونخشى أيضا أن لا يتدخل أحد
ويحدث تغيير في نصف في نصف دقيقة بعد انتهاء الوضع في حرستا بهذا الشكل، كيف تتوقع سير العمليات العسكرية في باقي الغوطة الشرقية بطرفيها؟ الحقيقة ما يعول عليه المقاتلون في هذه المنطقة، أولا تحرك المجتمع الدولي وعلى الضمير المجتمع الدولي، يعني إذا أردنا أن ننظر إلى مقاييس القوى هناك فرق كبير، لكن هؤلاء حقيقة يعني يجب أن ينتبه العالم لهم وينتبه لمأساتهم. أما إذا قلنا أننا نعول على موازين القوى هذا الأمر ربما يكون غير واقعي ولا يمكن أن يخدمنا، لكن نعول على أن يتحرك الضمير الدولي في مساعدة هؤلاء وإيقاف التغيير الديمغرافي وإيقاف إبادة أهل الغوطة الشرقية. شكرا جزيلا السيد أيمن العاسمي عضو المجلس العسكري في الجيش السوري الحر. شكراً جزيلا تشرفت. في وقت تتصاعد فيه ظاهرة العنصرية ضد المسلمين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، فرض المسلم الليبي محمد بزيك نفسه على وسائل الإعلام الأمريكية بصفته سفيراً للإنسانية برعايته عشرات الأطفال الأمريكيين الميؤوس من شفائهم لتسهم جهوده في تغيير نظرة الغرب للمسلمين. منذ وصول ترامب إلى سدة الحكم في البيت الأبيض تتصاعد حملات العنصرية ضد المسلمين في الولايات المتحدة لتزيد من معاناتهم المستمرة منذ أحداث 11 من سبتمبر، لكن نماذج العمل التطوعي لمسلم أمريكا بدأت تسهم في تغيير نظرة الأمريكيين إلى الإسلام والمسلمين. محمد بزيك أمريكي من أصل ليبي يعيش في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا حيث يقوم برعاية الأطفال ذوي الأمراض المستعصية والمزمنة والذين تركوا في المستشفيات من قبل ذويهم. بدأ بزيك نشاطه في حضانة الأطفال قبل عقدين من الزمان بمساعدة زوجته التي كانت حاضنة للأطفال قبل الزواج، وتخصص الزوجان في حضانة الأطفال ذوي الأمراض المزمنة والمستعصية، وهي مهمة تتطلب جهداً على مدار 24 ساعة من حيث العناية بالأطفال والمتابعة مع الأطباء وتقديم الأدوية. وعلى مدار أكثر من 20 عاماً قام بزيك على رعاية 80 طفلاً، 40 منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة وكانت حالات بعض هؤلاء الأطفال شديدة التأخر، لكن الكثير من هؤلاء الأطفال تماثل للشفاء وبعضهم الآن متزوج أو يرتاد الجامعة أو تخرج فيها. ظهرت قصة بزيك لأول مرة في وسائل الإعلام المحلية الأمريكية بعد يومين من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقرار حظر سفر مواطنين من 7 دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، لأن بزيك يرى أن قصته أسهمت كثيراً في تغيير نظرة الأمريكيين والغرب بشكل عام إلى الإسلام والمسلمين. نرحب بضيفنا في الاستوديو الأستاذ محمد بزيك. أستاذ محمد مرحبا بك بداية. احكي لنا القصة من البداية، كيف أتتك هذه الفكرة، فكرة العناية بالأطفال الذين هم في ظروف صحية صعبة على وشك الموت وأنت تعيش في مجتمع غربي يعني يغلب عليه الطابع المادي إنجاز التعبير؟ القصة بدأت من جوزتي، لما قبل جوزتي كان جوزتي تعيش مع جدتها وجدها في البيت، وكانوا عندهم هم عندهم حضانة للأطفال فهي تربت معهم. فلما قبل جوزتي كانت عندها 3 أطفال في الحضانة عندها، ولما تجوزنا استمرنا في هذا العمل. هذه البداية كانت يعني السبب في بدايتي مع الأطفال عندما قبل جوزتي. أنتم تعيشون في لوس أنجلوس وأنتم مسلمون من الشرق، من بلد عربي، أنتم من أصل ليبي، كيف تعاطوا معكم في ظل هذه الـ نستطيع أن نقول العنصرية التي انتشرت في الآونة الأخيرة والإسلاموفوبيا ومعاداة كل ما هو عربي ومشرقي؟ في البداية لما احنا بدينا بالحضانة متاع الأطفال المرضى ما كان حد يعرف علينا وكنا ما نتكلم على هذا الموضوع يعني، بس نعمله يعني لله سبحانه وتعالى،
خالصا، فكان حتى الجيران والناس بالمسجد لا يعلموا أني كم لي سنة أن أتعامل مع الأطفال، وكم لي كم عندي أطفال دخلوا البيت متاعي. فكان ما كنت لا أتكلم على هذا الموضوع، بس أعمل وخلاص يعني. ولكن بعد لما طلعت القصة يعني تغيرت الفكرة الشعب الأمريكي على المسلمين وعلى الإسلام، أن كانوا لا يصدقوا أن في مسلم يتعامل مع الأطفال المرضى الذي لا يريد أحد أن يأخذهم لبيته، أن مسلم يعمل ويأخذهم ببيته ولا يهم في أي كان دينهم أو جنسيتهم أو لونهم أو العرق أو البلد متاعهم. أنا بنظر إليهم كأنهم إنسان يحتاج لمساعدتي، وهذا كان الغرض من ذلك. لما خرج القصة الأمريكان نفسهم تفاجأوا أن مسلم يعمل هذا لغير المسلمين، لغير أطفال المسلمين. ما الذي تقدمونه لهؤلاء الأطفال؟ أولا أن الأطفال هذوما يعني مرضى، وعادة يكونوا أهلهم سايبينهم تاركينهم لا يبغونهم، يتركونهم في المستشفى، لأن عندهم أمراض مزمنة، فبعضهم يقول لا أريد هذا الطفل ويترك المستشفى. فالوزارة الشؤون الاجتماعية في أمريكا تكلمني في البيت على أساس أن نأخذ هذه الأطفال ونروح نأخذها من المستشفى أو من المصحات ونأخذهم للبيت ونعتني بهم ونرفعهم للدكاترة، نعطيهم الأدوية، يعني نقوم بالرعاية عليهم الصحية. تقومون بالرعاية الصحية، وهذا يختلف عما يتلقونه من رعاية صحية في المشافي، لأنكم يعني تشعرونهم بدفء البيت. لأن الطفل لما يكون في المستشفى لا يكون فيه رابطة بينه وبين الممرضات والأطباء، لأن الأطباء والممرضات دائما مشغولين، فما فيش، فالطفل دائما في المستشفى يشعر وحيد، يعامل كحالة مرضية. أنت ولكن تعامله كإنسان. ولكن لما أخذه في البيت متاعي أن خليه يشعر أنه عنده أب، عنده أم، عنده أخت، عنده أخ، عنده عائلة، عنده بيت، مكان يسميه بيت، يعني منزل ليه، عنده واحد يعني أسرة تحبه وتتعاطف معاه وموجودة معاه في كل الأوقات، في حالة في الأوقات الشدة حتى الرمق الأخير من حياته. كيف تكون مشاعرك عندما تفارقه؟ والله احنا انسان في قلبنا، لان الله سبحانه وتعالى بعثنا في قلبنا الرحمه، عرفت؟ وخاصه كمسلمين ان المسلم دائما في قلبه الرحمه والعطف والحنان، ولكن الفراق صعب. لما انا اخذ الطفل لا اعتبره طفل، انا اعتبره مثل طفلي، مثل يعني ابني الحقيقي يعني. وانا اسال عن هذه النقطه تحديدا استاذ محمد، يعني الانسان اذا فقد طفله، طفل واحد يعني يمكن أن تتدمر حياته، يتحول إلى حالة من البؤس والحزن، فكيف بحضرتك وأنت فقدت إلى الآن تقول 80 طفل تقريبا؟ اللي ماتوا 10 أطفال يعني. 10 أطفال. أطفال ماتوا في بيتي وكنت أنا يعني، وكانوا أنا في كنت معهم لما توفوا يعني. أنا كمسلم يعني نؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، لما الإنسان يجي القدر متاعه ليس له يعني مفر من ذلك، لأن هذا القدر مكتوب علينا وإحنا أجلنا في بطن أمهاتنا. في 3 أشياء كتبت علينا قبل أن نولد: متى نموت، وكيف نموت، وأين نموت. نعم. هذه 3 لا مفر منها. حضرتك ذكرت أن 10 أطفال هم من توفوا. يس. من الأطفال 80 الذين اعتنيت فيهم، الباقون هل منهم من كبر في العمر، وكيف هي علاقتك؟ واحد الآن عمره 31 سنة، متجوز وعنده بنت، والآن يقول لي يا أبي. للآن يعني أنا أبوه. ما الرسالة التي تريد توجيهها في نهاية هذا الحوار؟ الرسالة التي نوجهها لكل يعني إنسان أن يكون في قلب عاطف وحنان، ويساعد الناس بقدر الاستطاعة، ولا نفرق بينه وبين أنه يعني أسود أو أبيض أو أمريكي أو يهودي، أو لا، هذا لا يهمني. أنا همني أنه إنسان
يريد المساعدة وأنا أمد له يد المساعدة ونحاول المساعدة بقدر الإمكان. طبعا نسأل الله أن يعني يجزيكم خيرا على هذا العمل الذي تقومون به. الله يتقبل إن شاء الله أهم شيء. وأن يتقبله. شكرا جزيلا أستاذ محمد بزيك، شكرا لك على هذا اللقاء. كرمك الله وزاك الله خير. لم يكن يوما عاديا، فبعد صلاة فجر اليوم 22 من مارس أذار عام 2004 ارتقى شيخ المقاومة الفلسطينية أحمد ياسين شهيدا بهجوم صاروخي إسرائيلي استهدفه وهو على كرسيه المتحرك أثناء خروجه من مسجد المجمع الإسلامي القريب من منزله في قطاع غزة. وفي ذكرى استشهاده 14 قام مراسلنا محمد منصور بهذه الزيارة الخاصة إلى منزل الشهيد القعيد صاحب الهمة الذي أيقظ الأمة. هنا في حي الصبرة وسط مدينة غزة تحول هذا البيت المتواضع إلى صرح يحيي ذكرى صاحبه، كيف لا ومالكه هو الشهيد الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس. كاميرا تيرتي العربية تجولت في المنزل المكون سقفه من الصفيح، ضاماً في جنباته مقتنيات الشيخ التي تعكس نمط وسلوك حياته اليومية. عبد الغني نجل الشيخ الأوسط يستذكر والده كرجل وحدوي في زمن تحتاج فيه فلسطين إلى الوحدة الوطنية أكثر من أي وقت مضى. فحبينا احنا نعمل صور يعني كرمزية في هذا المكان من أطياف، حتى أنت تطلع صور تلاقيها يعني من أطياف الشعب الفلسطيني ليست من فصيل واحد، لهذه لأنه الشيخ كان يجمع للوحدة الوطنية، كان الشيخ عنوانا للوحدة الوطنية. المنزل الذي تحول إلى أشبه بالمتحف يحتوي على الكثير من الصور التذكارية واللوحات التي أهديت إلى الشيخ قبل وبعد استشهاده. ورغم بساطة المنزل إلا أنه كان مفتوحاً على مصراعيه للبسطاء والمحتاجين، متبرعاً لهم بكل ما يملك من مال تقريباً، كما يقول المحاضر الجامعي وابن شقيق الشيخ الدكتور نسيم ياسين. أذكر أن يعني من المواقف أن الشيخ كان مرة يصطف أمام بيته كثير من الناس المحتاجين، فدخلت إليه وقلت يعني لماذا لا تصرف هؤلاء الناس وتساعدهم يا شيخ؟ قال والله يا عمي لا أجد عندي شيئا، فقلت أصرفهم ويأتون يوما آخر. قال لعله إن شاء الله يرزقهم الله سبحانه وتعالى، أصبر عليهم ولا تطردهم. فانتظرت قليلا معه وإذا برجل يأتي إلى بيت الشيخ ومعه مبلغا من المال، وقال تصدق به يا شيخ. وقال انظر هذا يعني رزقهم ساقه الله سبحانه وتعالى، فوزع المال على الناس الموجودين وساروا بأمان إلى بيوتهم يدعون للشيخ. 14 عاماً على اغتيال شيخ فلسطين الذي تمتع بمنزلة روحية وسياسية متميزة في صفوف المقاومة الفلسطينية، ما جعله واحداً من أهم رموز العمل الوطني الفلسطيني خلال القرن الماضي. محمد منصور لبرنامج تحت الضوء، غزة فلسطين. ونبقى مع ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين في فقرتنا الأخيرة ونتابع تفاعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حولها. أبو حذيفة رامي يقول: كم من صحيح لم يكترث لهموم أمته، وكثر هم العرب الذين أطلقوا أشرعة سفنهم للاحتلال الصهيوني والوهم، لكنه الشيخ القعيد صاحب همة بحجم الأمة، وحده من بدأ بالتغيير في زمن الاستسلام والخنوع يحمي كرامة شعبه وأمته. أسامة مغاري من غزة يقول: حين يذكرك التاريخ تتوقف الأقلام والأفهام محتارة، ماذا تكتب وتقول عنك وأنت الذي عشت حياتك على كرسي متحرك وحركت أمة بأكملها وأسست جيشا لا يقهر؟ حقا أتعبت من بعدك. وحول الأوضاع في الغوطة الشرقية نتابع:
أبو أحمد الأبجر يقول: الإشاعات التي تقول إن فصائل الغوطة الشرقية تسلم الأسلحة الثقيلة لعصابات الأسد عارية عن الصحة تماما. أما الشيخ عبد الرزاق المهدي فوجه نداء لقادة فصائل الشمال والجنوب وقال: افتحوا الجبهات ولا تترددوا، ألا ترون ما يقع لإخوانكم في الغوطة؟ ألا تستمع لأصوات النساء والأطفال؟ ألا تشاهد الدمار والخراب والدماء والأشلاء والعالقين تحت الأنقاض؟ بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.